الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال، خسر كل فروعه في العالم وثروته الخيالية مهددة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير مالك سلسلة مطاعم سي زد ان بوراك بعد أن تقدم بدعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال. وفي التفاصيل، لجأ الشيف بوراك إلى القضاء بعد علمه ببيع والده فروع مطعمه الناجح في اسطنبول بطريقة غير مشروعة لرجل أعمال يحمل جنسية أجنبية غير تركية. ومن المنتظر أن يتم عقد أولى جلسات المحاكمة بشهر سبتمبر القادم في عدلية شادلاين. وأعرب الشيف عن خيبة أمل كبيرة تجاه والده الذي كان يعتبره قدوة في حياته، وطالب المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات. وأكد بوراك أن والده كان ينكر الأمر في البداية ويحاول إخفاء الحقيقة عنه، لكن بعد التحقيقات والمعلومات من الشهود اتضح أن هذا الفعل قد تم بالفعل. كما ناشد بوراك أوزدمير أيضا جمهوره على حسابه في إنستغرام بتوخي الحذر وعدم التعامل مع احتياليين والنصابين الذين يستخدمون اسمه وصورته في أنشطتهم غير الشرعية، وقال: أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي، مؤكدا أنه الآن لا يملك سوى فرع واحد في تركيا وهو فرع مول وادي اسطنبول. وبحسب ما أفادت صحيفة ييني شفق، أن الأزمة بدأت بين بوراك ووالده بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر، حيث قام بوراك بتقديم مساعدات قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة. ويعتبر الشيف التركي من أشهر الطباخين في تركيا والعالم العربي، ويتابعه الملايين على منصات السوشيال ميديا، كما يزوره المشاهير من كل أنحاء العالم فقط لتناول طعامه باسطنبول. ويشتهر بوراك بخفة حركته أثناء إعداد الطعام وتنوع الأطعمة التي يقدمها، كما يعرف بابتسامته الدائمة والنظر مباشرة للكاميرا حتى عند استخدام السكاكين الحادة.